اليوم حلقتنا حتتكلم عن أشهر قصة حب في التاريخ، روميو وجولييت. وهيدي القصة كتبها شكسبير وألهمت كتير من المؤلفين، أولهم بروكوفييف، بس غير بنهايتها وخليها نهاية سعيدة. عبقرية بروكوفييف في باليه روميو وجولييت بأنه هو استطاع أن يدمج شغلتين، أنك ترقص وتحسس في أنواع. أوكتاف الجمعة 8 بتوقيت السعودية على الثقافية وشاهد.